السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع بسكرة ونقف على مبادرة تاع والي ولاية بسكرة إعادة تهيئة حديقة كانت تقع في داخل المدرسة نتاع المكفوفين بمدينة إذن بسكرة، والآن تقرر تهيئتها وتأهيلها لتصبح حديقة عمومية لتنضاف إلى الحدائق الموجودة حاليا في مدينة بسكرة وفي بلدية بسكرة، واللي يعني تحتاج إليها كثير لأنها تعتبر متنفس للمدينة، لأنها خاصة بالنظر للمناخ الشبه الصحراوي لمدينة بسكرة. إذن مبادرة جيدة والأشغال انطلقت، ونخليكم تتابعوا نهاية الفيديو حول هذا الموضوع. والسلام عليكم.